أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم وتحياتي لكم إلى مباشري 21 من غشت 2024، والذي سنناقش فيه تجارة الحشيش في المغرب ومسؤولية الملكية عن ذلك. رجاء لا تنسوا التكبيس ولا تنسوا تشير لايف. هذا الفيديو سيتم تحميله ونشره لاحقا عبر القناة في اليوتيوب وصفحتي الفيسبوكية. حياة حماد، مرحبا وسهلا، تحياتي. الجنرال الصحراوي، مرحبا وسهلا. سيادة الشعب، مرحبا وسهلا، صباح الخير. حاولوا تكبسوا رجاء وشيروا لايف من فضلكم. نبدأ بعد لحظات إن شاء الله. صفية، مرحبا وسهلا، مرحبا وسهلا يوزر، مرحبا وسهلا. إذا في هذه الحلقة سنتحدث عن تجارة الحشيش بناء على ما قام به محمد السادس في الساعات الماضية من إطلاق سراح حوالي 5000 مزارع للقنب الهندي من الذين يشتغلون في شمالي المغرب وتحديدا في منطقة الريف المحتل، وذلك لإنتاج الحشيش. إذن نبدأ إن شاء الله على بركة الله. كما قلت على أنه كثير مع الأسف من المغاربة يرون الأمور بطوباوية معينة، فيعتقدون على أن نظام محمد السادس أو النظام العلوي بشكل عام هو نظام طيب، أو أنه نظام يحب الخير للمغاربة ويسعى لأن يؤمن العيش الكريم للمغاربة، ويرون في مثل هذه الخطوات، خطوات مثلا العفو، يعتقدون على أنها نابعة من ملك إنساني يحب أن يرى أن الأشخاص يعني أحرار طلقاء بدل أن يكونوا داخل السجون. ولكن في الحقيقة كل ما يجري داخل أسوار القصر في المغرب وكل تصرفاته تجاه الشعب المغربي وتجاه الشعب الريفي وتجاه الشعب الصحراوي هي تصرفات إجرامية، ويترقى إلى مستوى أن يخضع محمد السادس لمحاكمات عادلة. هذه المحاكمات يجب أن تتم أمام القضاء الدولي وليس القضاء المغربي، لأن القضاء المغربي بالأساس لا يحكم بالعدل. وإذا رأينا هذه الأيام حديثا عن ما يسمى بالإحصاء في المغرب، يتحدثون عن الإحصاء ويقولون يجب أن يكون هناك إحصاء للمغاربة مع بداية شهر سبتمبر المقبل، لكن يتجاهلون لماذا لا يتم إحصاء ممتلكات محمد السادس. ما دمتم تريدون إحصاء يعني ممتلكات الناس المغاربة، الملايين من المغاربة، لماذا لا تقومون بإحصاء ممتلكات الملك نفسه؟ ألا يحتاج الملك إلى عملية إحصاء لممتلكاته، ماذا يملك من القصور والسيارات والأموال المخزنة هنا وهناك والأراضي التي يتوفر عليها والثروة الكبيرة جدا، ثروته شخصيا وثروة الأسرة الملكية؟ لماذا تحصون فقط الشعب اللي هو أصلا الشعب فقير ومفقر، والشعب ما عنده أبدا إمكانيات باش يعيش، شعب يعني واحل مع أبسط الضروريات الحياة، وفي كل مرة تقومون بإحصائه؟ فلماذا لا تحصون ممتلكات هذا الدكتاتور حتى توزعوا هذه الثروة اللي عند محمد السادس للشعب المغربي، فلربما يعيش الشعب المغربي وضعا أفضل من هذا الوضع الذي يعيش فيه هذا اليوم. الذي يحدث في المغرب على أن هناك اشتغالا دائما على تفقير الشعب والتحكم في الشعب عن طريق التفقير، وهذا عملية التفقير هي التي أدت اليوم إلى أن الشعب يعني ضعيف، لا يستطيع أن يواجه أي أزمة تأتي من أي مكان، سواء كان يعني داخليا أو خارجيا. وإذا لاحظنا مثلا إلى هذا الفيديو، لأن استمعوا لهذا الفيديو الذي يخص مغاربة مستوطنين في الصحراء الغربية، يعني مغاربة الآن يستوطنون في الصحراء الغربية، مواطنون مغاربة ما وجدوا الخير في المغرب، ما وجدوا حقوقهم في المغرب، ما وجدوا الإمكانيات باش يعيشوا وسط المغرب، وتنقلوا إلى الصحراء الغربية، استدرجوا إلى الصحراء الغربية. مرحبا وسهلا من جعفر.
كيف استدرجوا إلى الصحراء الغربية؟ استدرجوا عن طريق الفقر، يعني فقرهم محمد السادس وسط المغرب، أو فقرهم الحسن الثاني وسط المغرب، وخلاهم يبحثون على أي مكان ربما يعتقدون على أنه ممكن يكون العيش فيه أسهل من مكان آخر. سمعتي الوجدية؟ احنا ماشي كرغوليين ولا غرغوريين ولا كذا، احنا نتكلموا عن الواقع. ترقاي شوي، ترقاو شوي يا العياش. إذن الذي حدث على أنه المغاربة المفقرين في وطنهم اللي منهوبة ثرواتهم في المغرب استدرجوا إلى الصحراء الغربية باش يكونوا أداة للاستيطان في المغرب. فحدث على أنه النظام المخزني في المغرب منذ 1975 جعلهم أدوات في المنطقة لتغيير ديموغرافية هذه المنطقة، ومحاولة تغيير الإنسان الصحراوي بالإنسان المغربي في هذه الأرض. ولكن يبقى الغريب دائما غريب، يعني الإنسان اللي جاي يستوطن في أرض معينة يبقى دائما إنسان غريب على هذه الأرض، وفي يوم من الأيام سيحمل حقائبه. إذن هؤلاء المستوطنين اللي جاءوا للصحراء الغربية وجابهم النظام السياسي في المغرب ربي وسهل المعجوم، واستعملهم بجدارة هاي 50 سنة، ما هو حالهم اليوم؟ ما هو حالهم وهم يرون أنه الوضع الاقتصادي عاد صعب عليهم، وخاصة في منطقة الصحراء الغربية، لأنهم لا يعتبرون جزءا من تلك الأرض، وبالتالي فإنهم يغادرونها كل ما تضررت مصالحهم الاقتصادية. إذن هناك حالتين ثنتين. الحالة الأولى هي 1800 أسرة من منطقة المرسى المحتلة التي جاءت من وسط المغرب واستقرت في منطقة المرسى المحتلة من أجل ممارسة النشاط في الصيد البحري، ونهبت الثروة السمكية مع الاحتلال، وقدمتها طبعا هدية للمخزن، وما استفدت منها هي أبدا، وعاشت الويل وعاشت كل أصناف الذل والهوان في منطقة المرسى المحتلة اللي تعرف بكثافتها السكانية وبضعف بنياتها التحتية بما في ذلك البنيات السكنية. هذه الفئة اليوم منها 1800 أسرة تريد أن تحزم حقائبها وتعود إلى وسط المغرب، إلى المغرب. لماذا تريد العودة إلى المغرب؟ لماذا تريد أن تقطع رحلة الاستيطان التي دامت 50 سنة في الصحراء الغربية؟ لماذا توجهت هذه 1800 أسرة إلى المؤسسات التعليمية تطلب انتقال لأبنائها للدراسة في وسط المغرب وشمال المغرب وشرق المغرب، بدل أن تبقى في الصحراء الغربية؟ طبعا لأنها ماتلت عندها ظروف العيش في الصحراء الغربية، يعني ذاك العيش المحدود، يعني مستوى محدود من العيش كان متوفر لها في الصحراء الغربية. اليوم مات لم توفر لها في الصحراء الغربية بسبب الاستنزاف وبسبب النهب. المواطن الصحراوي معروف على أنه ثرواته منهوبة، ومعروف على أنه عايش يشوف، يعني يشوف ثرواته تنتهب كل نهار من المرسى المحتلة ومن بوجدور المحتلة ومن الداخل المحتلة، ويشوف الحافلات والشاحنات ترفد من ثرواته كل نهار وتدي وسط المغرب وأوروبا، وشايف كيف يعني يستنزف في رحلة الاحتلال مدة 50 سنة، ولكن متعود. المشكلة على أنه المغربي يمشي على بطنه، المغربي عادة يمشي على بطنه، يعني إذا بغى يسكن في مكان معين دائما يفكر في البطن، هل البطن سيكون مرتاحا في المنطقة الفلانية؟ وبالتالي لما مشى هذا المستوطن المغربي إلى الصحراء الغربية عفوا مشى على كرشه، ما مشى من أجل الوطنية المزيفة التي يدعيها النظام، ولكن مشى من أجل كرشه، واليوم كرشه متضررة بسبب هذه الأزمة. نفس القصة حدثت في السمارة المحتلة لما تم قصفها، المغاربة المستوطنين المغاربة كاملين عادوا باغين يبيعوا ديارهم ويرجعوا لبلادهم الزريبة اللي جاءوا منها. الآن العيون المحتلة بعد المرسى المحتلة، العيون المحتلة ما هو الوضع؟ هناك روبورتاج عدلته إحدى الصفحات في المنطقة، والمستجوبين كلهم مغاربة، كلهم مستوطنين مغاربة، ما فيهم صحراوي واحد، بالرغم أنه الناس كاملة متضررة من ارتفاع الأسعار ومن الغلاء، الناس كاملة الصحراويين المستوطنين الجميع، الطيور كل شيء متضرر من الأزمة، ولكن الصحراوي ما هو يتكلم عن كرشه،
صحراوي مقارنة مع المغربي ما هو لاهي يتكلم عن كرشو. والصحراوي ساكن في تلك الأرض بالرغم منه يعني أرزاقه منهوبة وثرواته منهوبة، ولكن صابر على الاحتلال لأنه عارف على أنه في يوم من الأيام لا هي يستقل. إذا نسمع ماذا يقول هؤلاء المستوطنون. كنا كابلين في راه مبقاش داك الرخام مبقاش ولات العيون. طبعا هو هذا الريبورتاج وموجود في المنصة. بطبيعة الحال الدروش ما بيقدرش يعيش بهذا الغلاء ديال هاد الأسعار حاليا. نرحب المواطن البسيط، هذه الطبقة هذه حتى الطبقة الفقيرة اللي كنقولوا الله يحسن العبود. مابقاش حتى الدجاج يقدر يشري، أما اللحم خلاص راه ما يمكنش، كتشي سميرة خيالي. الدجاج واللحم مؤخرا ثقافة البطن نسبة التضخم المدينة الأولى في المغرب هي العيون، وداك الشيء اللي كان شحال هذه اللي كانوا كيعرفوا الناس على العيون راه مابقاش، راه العيون دابا ولات كان راك عارف حنا ولاد العيون راه عارفين هذا الشيء من الصغر. داك الشيء اللي كنا كابرين فيه راه مابقاش، داك الرخام مابقاش، ولات العيون بزاف كثر من المدن زعما ديال الدار. إذا اللي كان جايبهم العيون المحتلة جايبهم العلف، جايبهم الأكل والشرب، باغين ياكلوا ويشربوا، ولو يشوفوا أرض مستعمرة، ولا يشوفوا ناس يعني مشتتين، ويشوفوا واحدين في اللجوء، ويشوفوا واحدين يناضلوا من أجل حريتهم وكرامتهم، ولو يشوفوا واحدين يدخس ظلما وعدوانا، ولو يشوفين يعني يندفنوا في المقابر الجماعية، ولو يشوفوا هذا الشيء كامل، هو بالنسبة له الكرش هي الأولى، الكرش هي اللي تسبق. الكرش، ثقافة الكرش، ثقافة البطن، ليس ثقافة العقل. العقل ما هو خالق أصلا، ما خدمونهم على العقل لأنه خايفين من العقل. النظام المخزني يخاف من العقل ما يخاف من الكرش. الكرش عنده إمكانية باش دائما يعمرها بالحشيش مثلا، وهذا هو اللي نتكلموا عنه. الحشيش يعني هو واحد من الروافد اللي تعمر كرش المغاربة من طرف النظام المخزني. إذن بالنسبة لهم العقل خطر على النظام المخزن، لذلك يستثمر كثيرا في البطن. كبس رجاء وشير تكبيس ضعيف. ماشي في يدي شي واحد، ما غنلوم حتى واحد على هذا الشيء. هذا واحد الا بغى يلوم شي واحد ولادي على هذا الشيء يخرج من المغرب هذه له. وبطبيعة الحال الدروش ما بيقدرش يعيش بهذا الغلاء ديال هاد الاسعار حاليا. دابا الدجاج اللحوم الحمراء مثلا البيض هادو زعما مابقاش الانسان يقدر يشريهم، يعني بالنسبة للفئة لا المتوسطة ولا الفقيرة. يعني هنا كنقولوا نداء للناس المهتمين بأنهم يراعيوا شوية لهذه الفئة، يعني راه متضررة. هذاك الشيء على حسب، لأن كنقولوا شحال هذه ولا على حسب. دابا العيون تبارك الله يعني زاد النمو الديموغرافي راه ارتفع، مابقاش ديك الساعة كانوا ناس بلاد، دابا يعني المدينة راه كبرات تبارك الله. بحال هذه الفكره اللي خاصنا نصحوا للناس في الداخل، على انه الاسعار في الصحراء الغربيه يقول لهم على انها منخفضه. اذا تعالوا سكنوا في الصحراء الغربيه، تعالوا سكنوا في الشيح والريح، تعالوا سكنوا في العجاج، تعالوا سكنوا في الويل، تعالوا سكنوا في هاي الارض راه مستباحه، تعالوا سكنوا فيها. اليوم يا المغاربة، يا المستوطنين المغاربة اللي باغين تجوا تسكنوا في الصحراء الغربية، المستوطنين المغاربة اللي موجودين في الصحراء الغربية يقول لكم ما تجوا للصحراء الغربية لأن ما تلا فيها العيش الكريم، ما تلا فيها البطن، ما عادت تستجيب لطموحاتكم البطنية الكرشية. كل شيء غلا، هذا المواد الغذائية حتى هي غلات، يعني ولا ولينا بحال هنا بحال الداخل بحال تبان هذا. بالمناسبة الباشا السابق للعيون المحتلة اللي تابع للاحتلال المغربي ماذا قال لأحد المستوطنين مؤخرا؟ لمين؟ مرحبا وسهلا محمود، مرحبا وسهلا. ماذا قال هذا الباشا الذي يعني تم تغييره قبل أيام فقط؟
قال لي هذا المستوطن حينما احتج هذا المستوطن احتج على كذا، قال لي شوف بغيتوا ترجعوا ارجعوا، الان بغيتوا ترجعوا لبلادكم ارجعوا لبلادكم. شنو هو بلادكم؟ هو المغرب. هذا كلام باشا الاحتلال المغربي في مدينة العيون المحتلة الذي تم تغييره قبل أيام، تم تنقيله قبل أيام فقط. قال لأحد المستوطنين وهذه معلومة صحيحة جدا، قال له إذا بغيتوا ترجعوا سيروا ارجعوا، احنا ما تلينا محتاجينكم، احنا عملية الاستيطان نفذناها. هو ضمنيا طبعا يقول له، ضمنيا يقول له احنا صاي ما تلينا محتاجينكم، انتما احتجناكم في وقت معين باش نشرعنوا احتلالنا للصحراء الغربية، الآن ما تلينا محتاجينكم، بغيت ترفدوا باليزاتكم وقشاوشكم وترجعوا للمغرب ارجعوا للمغرب. هذا كلام الباشا، هذا كلام وزارة الداخلية المغربية. يلا صار هذا الوقت، هذا اللي كنشوفوا حنا بالنسبه للانسان المواطن البسيط، هذه الطبقه الكادحه الطبقه الفقيره اللي كيقولوا الله يحسن العون صراحه، بالنسبه للناس اللي خدامين مثلا استعمال مؤقت نعم، بالنسبه للمعاش اللي كيخدموا مثلا النهار ديالهم. نكتفي بهذا القدر، الفيديو راه موجود في الصفحه. اذا هذو المستوطنين هم حطب تواجد الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية. لماذا المخزن يركز على الصحراء الغربية؟ لماذا يستثمر يعني أموال ضخمة في شراء السلاح؟ لأن هذا الوضع اللي تشوفوه هو ناتج عن الفاتورة العسكرية للحرب في الصحراء الغربية. لما رجعت الحرب في 2020 يا المغاربة، الحرب راهي رجعت يوم 13 نوفمبر 2020، يوم 13 نوفمبر 2020 الحرب رجعت للصحراء الغربية. الحرب موجودة من يوم 13 نوفمبر 2020، يوميا القصف، يوميا القتلى، يوميا الجرحى، يوميا تنقلات الجيش المغربي، يوميا الفاتورة اللي كان يصرفها نظام المخزن قبل 2020، ما هي الفاتورة الحالية الآن اللي ينفق نظام المخزن؟ وبالتالي شفتوا هذا الانفجار في الأسعار، هذا الانفجار في الأسعار راه سببه واحد، راه ما سببه الأزمة الدولية، ماشي الأزمة العالمية، راه ما سببه أسعار النفط، أسعار النفط راهي معروفة في العالم، راه أغلى أسعار نفط هما اللي عندكم انتم في المغرب. ما عنده سبب، ما عنده حتى أسباب لا داخلية ولا خارجية. السبب الوحيد والسبب الرئيسي هو على أن نظام المخزن محتاج الأموال لمجاراة الحرب في الصحراء الغربية. دخل الحرب وظن على أن الحرب ممكن على أن تمشي في المسار اللي هو باغي، ومنين ما مشات الحرب في المسار اللي هو باغي الآن راه يغرق بسهولة وبتأني يغرق نظام المخزن، وانتم تغرقوا معاه، انتم تغرقوا معاه كل نهار، كل نهار ستستفيقون على زيادات جديدة، كل نهار لا تستفقوا عليه ستستيقظون وتنفتح عينيكم على أسعار جديدة ارتفعت وعلى مواد جديدة دخلت قائمة الأسعار المرتفعة. وهذا مسألة مفروغ منها، قبلها والله ما تقبلها، قبلها والله ما تقبلها، إلى ما قبلت بها الآن له تدخل عليك، هي اللي تقتحم عليك، لأن الأسعار اليوم اللي تعرفوا لا في المواد الأساسية كاملة ليست صدفة، ما هي صدفة، تدهور القدرة الشرائية للمواطن المغربي ليس صدفة، انهيار النمو الاقتصادي المغربي ليس صدفة، هذا الإجراء، هذا الآن الكارثة اللي حلت بجيوب المغاربة ليس صدفة، ما هي صدفة، لا ما هي صدفة، هذه مرتبطة بالحرب من يوم 13 نوفمبر 2020، والفاتورة الحربية طالعة، والنظام السياسي ما هو قد يصارحكم بالحقيقة، ما هو قد يقولكم أنه نحن نوجد في حرب. جبان هو دائما معروف عليه لأنه يخزن بعض الأمور، يحاول لأنه عارف عن الشعب المغربي ما عنده حتى قيمة باش قد يحاسب هذا النظام، بالتالي فإنه يخفي عنكم الحرب ويواجهها بكم، طيح على جيوبكم ويواجهها بكم، يجيب الأموال من عندكم بأية طريقة. قالوا لكم نعطوكم الدعم، قالوا لكم نعطوكم الدعم 50 ما نعرفاش 50 أورو في الشهر،
ولكن خاصك تمشي تسجل في الضمان الاجتماعي باش نشوفوا المؤشر. شنو المؤشر؟ شنو هذا المؤشر؟ مؤشر واش عندك سيارة، واش عندك تليفون، واش عندك ثلاجة في الدار، واش عندك كذا. ولكن هو واش باش يعطوك 50 أورو؟ راه ماشي باش يعطوك 50 أورو، باش يقلعو منك، باش يقلعو منك. بعدها يعطوك 50 أورو وفي نهاية السنة يقولك عندك واحد الضريبة فيها 7000 درهم. عندك واحد الضريبة فيها 7000 درهم. فين منين يجيب انا 7000 درهم؟ عطيتوني 50 اورو في الشهر، حسبوها كم، 12 شهر ولا 6 شهر ولا 7 شهر، حسبوها كم اللي تعطيك. ولكن انتوما بلداء، انتوما مقلوبه عليكم القفه، انتوما مقلوبه عليكم القفه، انتوما عايشين ما نعرف كاع منين عايشين، ما عرفش من قرن انتوما عايشين. واش انتوما عايشين في 2024 ولا عايشين في شي قرن ما نعرف منين هو هذا القرن اللي انتوما عايشين فيه؟ إذن هذه الدعم ما عنده حتى قيمة. زادوا عليكم في البوطة الغاز، زادوا عليكم في الغاز. جاءوا المهاجرين المجهلين من الخارج، جاءت الجالية المجهلة، الجالية اللاجئة في أوروبا، اللاجئة الخبزية في أوروبا، جاءت من أوروبا ومشات للمغرب. منين جاءت للمغرب؟ الجميع افترسها، وسائل النقل تفتارسها، الأرام تفتارسها، النقل البحري يفتارسها، الجمارك تفتارسها، البوليس يفتارسوها، الدرك الملكي في الطريق يفتارسوها، من باحات الاستراحة يفتارسوها، عساس السيارات يفتارسوهم، المقاهي يفتارسوكم، الأسواق يفتارسوكم، العائلة تفتارسك، العائلة تفتارسك. أو أمضيتم صيف أسود، أسوأ صيف مر على الجالية المجهلة المغربية في الخارج هو هذا الصيف. لدرجة أنه ناس قالت ماتلنا راجعين، ما ترجعوا لوطنكم، تخلوا وطنكم، تخلوه للرعاوين، تخلوه للمجرمين، تخلوه لمحمد السادس وعصابته. واش هو وطن محمد السادس ولا وطن المغاربة؟ هل ماتينا راجعين ولا ما انتو راجعين؟ هذاك وطنكم، طيروا تنزلوا، خاصكم ترجعوا له. واش احسن تنظفوه من الداء اللي فيه، المرض اللي فيه، ولا تخلوا المرض يزيد 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 يزيد، ومنين تبغوا ترجعوا له تلقاو دائما نفس المشكل ينتظركم، نفس المشاكل تنتظركم. اذا وطنكم مسلوب ووطنكم مسروق. دوك اللي الجاليه المجهله لما ارادت مغادره المغرب وصلت الى المطار، اللي وصل المطار يقولوا له عندك واحد المخالفه، مخالفه مروريه على السرعه. متى؟ قالوا لنا على انه هذوك الرادار اللي ركبوا في المغرب، هذوك الرادارات الخاصة ركبوهم على أنه أي سيارة خارج، أي سيارة بترقيم خارجي يفلاشها الرادار، بمجرد يشوفها الرادار يفلاشها. أيضاً أي مهاجر في الخارج، أي مهاجر مغربي لما يبغي يغادر المغرب يقول له في المطار، يقول له عندك مخالفة مرورية، بالرغم أنه مثلا ما ارتكب هذه المخالفة المرورية، ولكن ما عنده الوقت باش يتأكد. يخلص 1000 درهم، 500 درهم، 700 درهم، 10000 درهم، وهكذا. دخلوا على ظهركم الملايير باش يحاربوا في الصحراء الغربية. علاه يدخلوا على ظهركم انتم الملايير، ويزيدوا عليكم في الأسعار، ويجوعوكم ويسرقون أموالكم باش؟ لماذا؟ شنو هو المشكل؟ شنو اللي واقع؟ اللي واقع لأنه هما عندهم التسلح في الصحراء الغربية، وهما ماشيين يخوضوا الحرب في الصحراء الغربية بدون إذنكم. هذا ليس قرارا شعبيا، العودة للحرب لما تكون قرار شعبي راه الشعب على الأقل يتحمل مسؤوليته فيها. هذا قرار لملك تأخذه هو وحده مع عصابته مع زبانيته في 2020، يتحمل النتيجة فيه.
هو عنده 8 ملاير و500 مليون دولار في البنوك الدوليه يمشي يجيبها ويسلح بها جيشه. لاش يسلح الجيش من جيبكم انتوما ويدخلكم حرب انتوما ما عندكم بها علاقه، وتعيشوا انتوما المأساة والمعاناه بسبب قرار واحد اهبل، واحد هبيل، واحد قال له محمد السادس هبيل، مو عارف راسه كانوا ماشي في الاتجاه الصحيح ولا ماشي في الاتجاه الاعوج، مو عارف راسه كاع شي عدل، كل يتخبط فوج لطيفه، فوج سعيده، فوج السعديه، فوج رابحه، فوج ما عارف قاع اللي يعدل شنو هو، وانتم ماشيين معاه. ماشيين معاه منين؟ الله اعلم. اذا اللي يزيد عليكم في هذه الاسعار راه هو محمد السادس، واللي دخلكم حرب الصحراء الغربيه هو محمد السادس، واللي حارب في الصحراء الغربيه راه هو محمد السادس. ولكن علاه يحارب في الصحراء الغربيه؟ علاه في نظركم يعني يحارب في القرقرات بالضبط؟ لماذا يحارب في القرقرات بالضبط؟ لماذا يريد أن ينزع القرقرات الغير قانونية من أهلها بأي طريقة ولو اضطر إلى استعمال كل الوسائل؟ الأمر واضح، الأمر واضح، وكل ذلك مرتبط بتجارة الحشيش. الصحراء الغربية هي اليوم المنفذ البري الوحيد لنظام محمد السادس على إفريقيا. محمد السادس ما عنده أي ممر بري نحو إفريقيا من غير الصحراء الغربية، من غير الصحراء الغربية المحتلة. معناها على أنه يكون تكون عنده علاقات مع أوروبا، ممكن تكون عنده علاقات بحرية مع الخارج عن طريق البحر، ممكن، لكن ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة أساسية إلى بغى علاقات برية مع إفريقيا. لا بد له أن يمر من ثغرة القرقرات غير القانونية. هذا ممر حيوي وأساسي ومهم، وهو يعني كأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة لمحمد السادس ونظامه. لماذا كذلك يريد ممرا بريا نحو إفريقيا؟ هل لإسعاد المغاربة؟ وش لأجل سواد العيون المغاربة؟ وش لأجل مصلحة المغاربة؟ لا أبدا، هو من أجل مصلحة أساسية ومهمة للنظام، هو تصريف تجارة الحشيش نحو إفريقيا. لماذا أطلق 5000 واحد من مزارعي القنب الهندي؟ يلا أعطونا، لماذا أطلق محمد السادس صراح 5000 واحد من مزارعي القنب الهندي؟ يلا يعني قاعد السجون فيها الأصحاب القنب الهندي، ما فيها المظلومين، ما فيها المعتدى عليهم، ما فيها مسكينين اللي دخلوا السجن ظلما وعدوانا، ما فيها ولا شيء، فيها إلا هذو أصحاب القنب الهندي، أصحاب الحشيش. لا، المسألة واضحة جدا، هو أن محمد السادس يريد المزيد من تجارة الحشيش في المغرب، والنظام السياسي في المغرب محتاج لأموال باش يخدم لنواحل، وبالتالي خاصوا تجار ومزارعين يرجعوا ينتجوا القنب الهندي ويرجعوا ينتجوا الحشيش. ومنين ينتجوا الحشيش؟ هذا الحشيش يدخل في إطار المنظومة المخزنية اللي يخدم بها الاقتصاد المخزني، اللي لا بد له من تصريف هذا القنب الهندي نحو وجهات دولية. إسبانيا، فرنسا شوي صعب عليه الحال، ولكن بالنسبة لإفريقيا ما عنده إلا منفذ واحد، هو منفذ القرقرات الغير قانونية. إذن هو لم يفرج عن هؤلاء لأنه يريد أن يفرج عن هؤلاء، لا، هو يريد أن يفرج عنهم لحاجته إليهم وإلى حاجته إلى زراعاتهم، بل حتى للدعاء على أن زراعتهم ستكون مقننة. شو بغى يقول لكم من خلال مقننة؟ بغى يقول لكم، شوف، يقول لكم النظام في المغرب يقول لكم اهو شوفوا زرعوا القنب الهندي وبيعوا القنب الهندي وبيعوا الحشيش، ولكن أعطونا شوي منه، أعطونا نصيبنا، احنا اللي نردوه لكم مقنن ونأخذ نصيبنا منه، الجمارك تأخذ نصيبها والمواني تأخذ نصيبها والآليات كاملة، يعني آليات النخل تأخذ نصيبها. هذا هو اللي بغي يبين لكم.
وانتم تنتجوا في مزارعكم وتصدروا في زودياقات من شمال المغرب، وحنا ما نشوفوا وما يدخل علينا شيء من هذا الشيء. لا، نحن سنقنن لكم هذه الزراعة ولهنا أخذ نصيبنا منها وندخله في الاقتصاد المغربي، وحنا كاملين رابحين، ثم مزارعين رابحين والملك رابح. هذه القصة. أعجبني ما كتبه أحدهم على هذا الأمر. ماذا قال؟ قال: العياش لباس والله، العياش لباس، لباس شوي، لباس كبسوا 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 شوي، كبسوا عدلوا عدلوا شوي من الأجر، كبسوا شوي، كبسوا كبسوا وشيروا اللايف. سمعتوا العياش؟ وانبحوا انبحوا، راه الا نبحتوا راه لا يتهلا فيكم سيدكم، سيدكم لا يتهلا فيكم، لا يترقى وترقى. تعد كنت مقدم تطلع مقدم حضاري، كنت مقدم حضاري تطلع قائد، كنت قائد تطلع باشا، على الشي كامل على ظهر محمد راضي الليلي، تطلع باشا وتعود شكام من درجة فارس، درجة حمارة. ولدي سمعت ولدي، النباح على سيدك محمد راضي الليلي لن يوقف مسيرته. هذه حط في بالك ولدي، راك اللي تضيع وقتك، تجي هو انت بقى تقول يا روحي اولادك جدتك عمتك خالتك تيتيك وحنا وديناها وبصحتك، هذاك الشيء كامل شيء تعودت انا عليه، هذاك الشيء راه تعودت عليه، ما تلي حرك فيه شيء، جيبوا لنا شيء جديد، جيبوا شيء جديد، بحثوا لكم على شيء جديد، خدموا شوي. وما عازين انتم عازين على هاي الدرجه، ما عندكم كاع الكفاءه على هاي الدرجه، نجوا شوي. عاش ما تعاش، داك شيء قديم قديم، ممكن عبارات غملت، جيبوا لنا شيء جديد. أو اسمعوا ماذا قال هذا الشخص. قال: لقد قال لي ذات مرة أستاذ مغربي أن لولا الحشيش، لولا الحشيش ما قامت، لقامت ثورة في المغرب. لقد قال لي ذات مرة أستاذ مغربي أن لولا الحشيش لقامت ثورة في المغرب. كيف لا قامت ثورة في المغرب؟ هل هناك تفسير لذلك؟ ما أنا عندي تفسير. أول شيء، لما نتكلم عن المعطى الاقتصادي، المعطى الاقتصادي لولا الحشيش لما استطعتم أنتم على أنكم تعيشوا في المغرب، وإلا ما عشت في المغرب تلحق المجاعة، وإلا حقت المجاعة يعني أنت كمغربي، أنت اللي تنفذ الثورة لما تجوع، لما كرشك تخوى، يعني أنت ماناك مقتنع بالثورة، ما عندك الفكر اللي يخليك تقتنع بالثورة وأسباب الثورة، ولكن أنت تفكر ببطنك، معناها أنه الساعة اللي يخوى لك البطن وما تلتكش تشوكله في مرحبا وسهلا، منين ما تلقى شي تاكلو اش يوقع لك؟ اش يوقع لك؟ تصور. الله هو الرزاق. الله هو الرزاق، نعم نعم والله هو الرزاق، ولكن الله ما قال لك تعيش بالحرام، الله ما قال لك تشوف الظلم وتسكت عنه، الله ما قال لك على انك تساند واحد الدكتاتور، الله قال لك يجب ان تتصدى للظلم ولو بقلبك، ولو بقلبك، انما عاد عندك الذراع وما عندك كذا، ولو بقلبك. شنو الثوره ولا الرزاق؟ الرزاق الحشيش؟ لا، الله سبحانه وتعالى يرزق الناس من الحشيش. إذا أنتم تريدون شرعنة تجارة الحشيش بأي وسيلة، ولكن تأكدوا دائما على أن الحرام يأكل صاحبه، الحلال من تخلطوا مع الحرام اش يوقع؟ لا يستطيع الحلال أن يتغلب على الحرام، لا، الحرام يتغلب على الحلال ويأكله.
وبعدها تدمر، من بعدها تدمر لكم، يدمر لكم الزريبة. هذا هو الآن اللي حادث، على أنه الزريبة تتدمر. لماذا؟ لأنها تعيش بالحرام، تعيش من الدعارة وتعيش من الحشيش. إذن السبب الثاني للثورة، السبب الثاني للثورة هو على أنه الحشيش يخلي مولاه من خلال الاستهلاك على أنه يعيش في عالم آخر لا يستطيع أن يناضل من أجل حقوقه. لذلك فإن الشعب كله يتحشش، الشعب كله يتحشش بوزرائه. نعم هناك وزراء يتحشوا، وزير يتحشش في المغرب، نعم وزير يتحشش في المغرب، وزير 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 يفتل الحشيش ويكميه في المغرب. واش تعرف واش تقول؟ انا عارف شنو نقول. وزير يتحشش، كورنيل يتحشش، جنرال يتحشش، ولي امن يتحشش، ولي امن ولي امن يتحشش، المدير العام للسجون في المغرب يتحشش، المدير العام، المندوب العام، المندوب ما يسمى بالمندوب السامي، راه معانا هون لوبو البزناز، راه عارف بان البزنازه دائما هما البزنازه يعرفوا كيفاش يتم تناول هذاك الحشيش. حيوا معانا لوبو البزناز هون، راه عنده خبره، راه عنده خبره طويله ما شاء الله في التبزنيس. الا بغيتوا تعرفوا التبزنيس اللي عاش فيه، قلعوا له الباسو شوفوا جسده كامل من طراسه، كيف خريطه المغرب مع الالوان مع اسمه، مخلطه معها الصحراء الغربيه، كانهم قبضوا هذاك اللوبو البزناز وتموا يصبغوا له جسده بالالوان. نعم المندوب العام لاداره السجون في المغرب الى ما كمل حشيش في النهار ما قد يخدم. واش هادشي شي تقول؟ انا نقول هادشي اللي نقول لكم صحيح، صحيح لا اتجنى على احد. اللي يكمي الحشيش المسؤولين، الوزراء، ولاة الامن، كورنيلات الدرك الملكي، كبار المسؤولين في المغرب، ما يسمون بالمسؤولين السامون او المسؤولين السامين في المغرب، حتى هما يكموا الحشيش. صاحب الدجاجه ما نعرف، ما نعرف، ما قد نقول لكم بانه يكمي الحشيش ولا لا. اذا كل الشعب كامل يتحشش، وزرائه وولاته، الولات، ولات صاحب الدجاجه كذلك يكموا الحشيش. القوات، قوات وزاره الداخليه الحشيش، الباشوات الحشيش، رؤساء الدوائر الحشيش. الجيش، 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 الجيش الحشيش، كاين اللي يبيع الحشيش وسط الجيش، كاين اللي يقطعوا ويوزعوا وسط الحشيش، وسط الجيش. داخل السجون، نعم داخل السجون، نقول لكم بكل أمانة داخل السجون في المغرب الموظفين يبيعوا الحشيش، والمدير يبيع الحشيش، والعصابات اللي وسط الحبس تبيع الحشيش. والله على ما أقول شهيد، والله واش، والله على ما، والله على ما أقول شهيد. وش هذه بلاد؟ هذه دولة؟ لا هذه ما هي دولة، هذه زريبة البهايم، كل شيء فيها محشش. الضباط، المهم الخويمة كاملة تتحشش بهذا، يعني مصطلح حساني معروف، الخويمة كاملة تتحشش، معنى يعني أنه خويمة الزريبة كاملة تتحشش. وبالتالي فإن صاحب الدجاجة لا يمكن أن يعفي إلا عن الحشاشين وفقط، ما عنده في الحبس إلا المزارعين في الحشيش
والله دوك اللي يستهلكوا الحشيش، دوك اللي يستهلكوا الحشيش ويقوموا بجرائم معينه ويدخلوا الحبس، اش عنده؟ عنده العلماء، عنده النوابغ، اش عنده هو اللي العامر معمر السجون في المغرب؟ ضحايا الحق العام. عنده 104,000 سجين في السجن، وهذه 104,000 سجين غالبيتهم اصحاب الحق العام، كان كل شيء يتحشش. اللي ما تحشش يا يشرب الماحية ولا يشرب المصائب الكحل. ولا يعلم إلا الله كم يخرج من الحشيش من ثغرة القرقرات إلى غرب إفريقيا. يعني ما كان لي يعرف كم يخرج من هذه المنطقة، من هذه ثغرة القرقرات غير القانونية، إلى إفريقيا من الحشيش، ويتوجه إلى الدول الفرنكوفونية. يعني يمشي هذا الحشيش ويخرج من ثغرة القرقرات غير القانونية ويذهب إلى البلدان الإفريقية بإعاز من المخزن. يعني يجي هذا يجي هذا الحشيش من شمال المغرب، من منطقة الريف، الريف المحتل، ويجي وكل الأجهزة اللي تابعة لمحمد السادس تؤمن له الوصول إلى هذه الثغرة، ثغرة القرقرات غير القانونية. اللي له يتوزع في الطريق يتوزع في الطريق، اللي له يستهلك في الطريق يستهلك في الطريق، اللي له يمشي للموانئ يمشي للموانئ، اللي له يمشي للشمال يمشي للشمال، واللي له يمشي لإفريقيا يمشي لثغرة القرقرات غير القانونية. وبالتالي النظام استثمر جزء من هذاك القليل من العائدات يستثمروا في أعتى الأسلحة في العالم باش يأمن هاي المنطقة، باش تبقى هي الرئة التي يتنفس منها النظام. لأنه إذا قطعت عليه هذه المنطقة قطع عليه الأكسجين وخر ساجدا وخر مستسلما. اش في هاي الصحراء الغربيه يشري لها محمد السادس 223 طائره مسيره درون؟ اش فيها هذه الصحراء الغربيه؟ اش فيها؟ شنو اللي كاين في هذه الصحراء الغربيه اللي يخلي محمد السادس يجوع المغاربه كاملين ويفقرهم ويخليهم يموتوا من الجوع، وهي الصحراء الغربيه فيها الا الخلا والعجاج والتراب؟ شنو اللي يخليه؟ شنو اللي يدفع محمد السادس انه يستثمر يوميا ملايير الدولارات في الرشاوة هنا وهناك باش يبقى في هاي الصحراء الغربية، إلا إذا كان هذا المعطى اللي هو معطى الحشيش الذي يصدر من الصحراء الغربية إلى إفريقيا أو من الثروات اللي تنهب من هذه الأرض اللي هي الثروة السمكية والفوسفاتية؟ شنو؟ العياشة؟ هو 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 لربما لربما لا 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 انا عارف شنو نقول انا، انا عارف ولدي، انا عارف شنو نقول انا ولدي. ولو توهوات هوهو الى بغداد لن يتوقف الفطح وكشف المستور، لانك انت لست وصيا على المغاربه، انت ماشي وصي على المغاربه تخليهم هكذا مقفول عليهم القفه عايشين عاش 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 هم ما عارفين شو وقع. انفاق محمد السادس للملايير في شراء طائرات الدرون 223 طائرة ليس ابدا بريئا، ليس ابدا بريئا، انما للتحكم في بعض البلدان الافريقية بتجارة الحشيش وبالبقاء على قيد الحياة، لانه عارف عنه ما عنده سبل باش يبقى على قيد الحياة. إذن قلنا الحشيش وثغرة القرقرات غير القانونية. تقول بعض المصادر المغربية، اسمعها ولدي، اسمعها اسمعها ولدي لتستفيد، ما في سبيل الله أنا مصدق عليك أنا هاي المعلومات، أنا ما تخلص معايا لا انترنت ولا ترسل لي وردة ولا ترسل لي حمار ولا ترسل لي أسد ولا ترسل لي أي شيء، أنا مصدق عليك في سبيل الله هذه المعلومات، مش تدخل لك راسك، سواء كنت في فرنسا سواء كنت في المريخ سواء كنت في اللي بغيت، أنا أعطيها لك في سبيل الله، بصدق عليك هيك المعلومات في سبيل الله.
اسمع أولدي، تقول بعض المصادر المغربية أن المملكة الشريفة، هذيك الشريفة اللي عندكم، الشريفة طبعا من الدعارة والحشيش، أقامت 1200 مشروع في إفريقيا. أقامت هي راه منهارة، راه اليوم في المغرب إلى دخلتوا بعض المدن وشفتوا بعض الشوارع الكبيرة اللي تشوفوا فيها الكلاب الضالة، اللي تشوفوا لا الكلاب الضالة، شوفوا الكلاب الضالة ماشي في الشارع، لأن الحال وصل أن المجهول الدجاج والريح والعطش والمجهول والكوارث وكل شيء يعني ينتظر، شوف الله أعلم شيء يوقع. فهذا النظام اللي هو نظام المخزن مشى لإفريقيا وأسس 1200 مشروع في إفريقيا. من نهار رجع، نهار اللي انضم للاتحاد الإفريقي من 2016 بداية 2017، من هذيك الساعة مشى أسس 1200 مشروع، خلى المغاربة يموتوا من البطالة، خلى المغاربة يموتوا في البحر، خلى المغربيات ينباع لحمهم في الخليج، خلى المغربيات مسكينات يتألموا، خلى مسكينات واحدين ما مقدين يتغلبوا حتى على القفة، خلى الأسر تشكي، خلى الأسر تبكي، خلى العائلات تشتت، خلى الطلاق يرتفع، ومشاي أسس 1200 مشروع في إفريقيا. مشى لإفريقيا وأسس 1200 مشروع. هذه 1200 مشروع أسسها في المغرب، أعطيها للمغاربة، خدم فيها المغاربة، أسسها للمغاربة، شعبية العاجل، بقيت في شعبية العاجل. ما لك، لا تعتبروا الشعب ما هو كين أصلا، لا تعتبروه، لا يوجد وجود له. تلك المشاريع كلها ممولة من مناش؟ بماذا تمول هذه المشاريع؟ من حشيش الكركرات. مناش كتمول هذه 1200 مشروع؟ مناش؟ من حشيش الكركرات. وانت يجي يقول لك سحرة مغربية، سحرة مغربية. سحرة مغربية، المغرب في سحرائه وسحرائه في مغربها، ولن نفرط في شبر من ترابنا. وديناها شديت ولدي، شديت مديت حتى خبزت وكلاف فمك. شديت الدوها سيادك، الدوها المجرمون، الدوها النصابون اللي نعرفهم اكثر منكم. شديت انت، ايش عندك انت؟ الانترنت ما عندك انت، تليفون باش تعلق معه عندك، تليفونك مخرشش، تليفونك واجع راسه، تقول لي انا اديناها. انت مليوح في فرنسا، جايبك الجوع لفرنسا، لو كان ما فرنسا يوكلك الجوع في المغرب. وديناها، وانت راك تتفرش الكرتون هون في فرنسا، وجاي عند الديمقراطية هون تعطيك الحق باش تسكن وباش توكل وباش تخدم، ولكن انت باغي تمعيش مكونكتي مع سيدك، مع العبد، مع ذاك اللي استعبدك في المغرب، وذاك اللي نهب لك ثرواتك في المغرب، وذاك اللي دفعك على انك تجي تحرق هون في بلدان الاخرين. والساعة اللي تنعمت شوية من الديمقراطية بديت تحل فمك، تقبض شرويطة فرنسا، تقبض شرويطة المغرب وتلصقها مع فرنسا، تقبض العالم الفرنسي اللي ضحوا عليه الناس واللي قطعوا على بسببه رأس الملك ورأس زوجة الملك باش يحولوه إلى نظام جمهوري يضمن الحقوق للعالم كامل، يعود الناس كاملة تجيه بسبب قوة اقتصاده. جاي انت تقبض هذاك العالم الفرنسي اللي ضحوا من أجل الناس وتلصقوا مع شرويطة اليوطي اللي تمثل الخونة
وتمثل النظام الخائن، النظام العلوي المجرم الحقير اللي ما عند ببه لا أصل ولا فصل، ونتحداك تعطيني أصول وشن هي. لصق بعد على الأقل، لصق شرويطة اليوطي وحدها، ليش تلصق معها فرنسا؟ شكون أنت تلصق معها فرنسا؟ عفوا. إذن 1200 مشروع في إفريقيا كلها ممولة من ثغرة القرقرات ومن تجارة الحشيش اللي تمر من هذه المنطقة. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المغربية الحالية والخانقة إلى درجة الإنذار بالخطر، فإن العفو عن قضايا الحشيش قد تعطي للاقتصاد جرعة حياة في غرفة الإنعاش. يعني اليوم الاقتصاد المغربي دخل العناية المركزة، نية مسجع في العناية المركزة، يركبوا له من هون يركبوا له من هون باش يالله يبقى المغرب على قيد الحياة شوي. ولكن شنو الأسباب اللي ممكن، والله شنو هي الوسائل اللي ممكن تزرع شوي من الحياة في هذا النظام الميت؟ هو تجارة الحشيش. أترضى على نفسك أيها المغربي أن تعيش من الحرام؟ أترضى على نفسك؟ أترضى أن تطعم أطفالك من الحرام؟ أترضى أن تشتري قفتك من الحرام؟ أترضى أن يعيش نظامك من الحرام؟ أترضى أن يكون هؤلاء الملوك الذين يدعون الشرف أن يخلطوا أرزاقكم بالحرام؟ أتريدونهم أن يمولوا مشاريعكم من الحرام؟ ترضون ذلك؟ لا رضيتوها، شوفوا أنتم واش قاعدين تتحملوا النتائج، أنتم واش قاعدين تتحملوا النتائج، بس كون هيك النتائج تحملوها لا أنتم، احنا ما نتحملوها. احنا الحمد لله لا نعيش من الحرام ولا نأكل من الحرام ولا ننهب أراضي الناس، وما جينا للصحراء وما جينا للمغرب نسرق منه الثروات، وما جيناكم لبلدانكم واحتكرناها، وما جبنا لكم المستوطنين، وما جبنا لكم الدعارة في اتجاه عكسي، وما جبنا لكم الحشيش في الاتجاه العكسي، وما جبنا لكم الكوكايين في اتجاه عكسي. ثم اللي جبتوا لنا كل الظواهر إلى الصحراء الغربية، وجبتوا لنا كل الآفات الأخلاقية، وجبتوا لنا دعم النظام المجرم اللي أصلا مستعد لأنه يعيش بهذه الطريقة اللي هي طريقة لا توصل إلى أي هدف. نظام السياسي في المغرب يأكل نفسه بنفسه، يأكل نفسه بنفسه. لماذا يأكل بنفسه؟ لأنه هو بالنسبة له الخسارة والربح سيان، سياني عنده هو الربح وسيان الخسارة. لأنه النظام في حد ذاته ثروات اللي عنده ثروات أصلا جايبهم من منين؟ أرجعوا شوية، مشوا قرأوا شوية التاريخ، حاولوا تقرأوا تاريخكم، من الأفضل أنكم تمشوا تقرأوا تاريخكم. أقرأوا على القائد المدني، وقرأوا على القائد القلاوي، وقرأوا على ما هي ثروة محمد الخامس إلى الأمس القريب، وقرأوا على ثروة الحسن الثاني إلى الأمس القريب، وقرأوا على ثروة محمد السادس إلى الأمس القريب، باش تفهموا شو قع منكم عندكم من تغير. راه إلى الأمس القريب راه محمد الخامس راه فقير، راه ما عنده ولا شيء، راه ما عنده شيء، فقير ما عنده شيء. راه لولا السطو على ثروة التهامي القلاوي ما كان أصلا هذا النظام اليوم تكون عنده هذه الدكتاتورية وهذا الاستبداد. لأنه هذو ناس استغلاليين، هذو الناس اللي يحكمكم في المغرب عندهم منطق استغلال فقط، يعتبر يشوفك أنت كمواطن مغربي مصدر للثروة. أنت كمهاجر مغربي مثلا، حسناء مثلا، هذه حسناء نبيلة مثلا، نعطيكم النموذج، هذه حسناء نبيلة تجبروها في الخارج، هذه درك الآن اللي تتعلق هون من الصبح تتعلق، احنا ما بلوكيناها، هذه تلقاوها في الخارج. لماذا توجد في الخارج؟ توجد في الخارج لأنها ما جبرت الخير في بلادها، الخير اللي كان ممكن تعيش فيه في بلادها ده الملك،
هي اصلا اضطرت باش تهرب من المغرب وتجي لاوروبا. جات لاوروبا، منين جات لاوروبا خاصه بدا على انها تكون عندها نظره نقديه للواقع اللي جات منه من المغرب، وتحاول تصحح هذاك الوضع اللي موجود في المغرب، بشاهلها اللي مازالوا في المغرب وعائلتها والحي اللي تسكن فيه والمدينه اللي تسكن فيها واخوتها المغاربه بشكل عام، على انها يعيشوا بسلام، ما يعيشوا نفس التجربه اللي هي فيها. هي تعدل، هي تكرس هذاك الظلم، هي تعدل مسانده للظلم باش المغاربه يعيشوا نفس الوضع اللي عاشته هي واللي خرجت منه باعجوبه ولكن ما قدت تنساه، ضروري خاصها تعيشوا وخاصها تطبلوا. ها هي الان، ها هي نموذج الان. حنا نحاولوا نصحوا المفاهيم عند هؤلاء، احنا نفهموا لهؤلاء على انهم هما ضحايا هذاك النظام، هذاك النظام اللي اصلا لا يرى في المهاجر المغربي الا مصدر للثروه. داكشي اللي تصيفطي لعائلتك بالنسبه له عنده فيها نصيب، هذاك الاموال اللي تمشي تخسريها في الصيف عنده فيها هو نصيب، هو ما خدم عليها، ما عرق عليها، ما نشف عليها، وما بدايين هو كان خاصو يمشي يصرفها في امور اللي تخدم الشعب. هو ما يخدم، هو ما يصرفها في امور تخدم الشعب، هو يصرفها فيما يخدمه هو كشخص، لانه هو باغي يستمر في الكرسي، وهو ما عنده الاليات باش يستمر في الكرسي، ما عنده القياده الرشيده، ما عنده الاستراتيجيه اللي تاهله على انه يستمر، ما عنده المؤسسات القويه اللي ممكن تحميه، ما عنده جيش قوي يحميه، ما عنده حتى استراتيجيه، عايش وخلاص، عايش. شوف الله اعلم منين توقف به السفينه. إذا هو شي عدل يطمع أنت في أموالك ويمشي لأسهل طريقة، أسهل طريقة هي الرشوة، أسهل طريقة هي بيع الحشيش، أصعب طريقة هو تبني جيش، أصعب طريقة هو تبني دولة، أصعب طريقة هو تكون عندك استراتيجيات في التعليم وفي الصحة وفي كذا على المدى البعيد، وتخدم عليها وتأسس مؤسسات اللي هي قادرة على الاستجابة لحاجيات المواطن. هذه هي أصعب مرحلة. أما النظام السياسي ما عنده هو ترقيعي، كل مرة يعني يرقع، رقع، قامت له شي مشكلة وهنا في مكان معين في مستشفى معين يرقع ويمر، رقع ويمر، وغير قادر على صنع دولة. أنا نخجل، أنا لما تقول لي أنتم ما عندكم دولة في المغرب نخجل، لانه لو كنت انا شفت بان هناك دوله في المغرب انا ما احتاجك انت تقولها لي، انا ديمقراطي مع نفسي، انا قاعد نقول لك لو شفت المغرب دوله نقول لك فعلا المغرب دوله، ولكن المغرب ما هو دوله، المغرب مجموعه من العصابات يراسها زعيم عصابه ينقال له محمد السادس، قائم استراتيجيته قائمه على الالهاء وعلى نهب الثروات. الالهاء هو المهرجانات، تيزنيت فيها مهرجان، أكادير فيها مهرجان، جديدة فيها مهرجان، أسفي فيها مهرجان، وجدة فيها مهرجان، 20,000 مليار مهرجان، ملايير المليارات تصرف في المهرجانات. إش كاين في هذه المهرجانات؟ فيها التحرش، فيها الله يحفظ سوء الأخلاق، فيها بيع الماحية، فيها بيع الحشيش، فيها الإجراء، فيها الوسخ، فيها نشر الجهل، فيها نشر الميوعة. اش فيها؟ ما هي فائدة هذه المهرجانات؟ أعطيني فائدة واحدة تجنوها من هذه المهرجانات. ليش تنسى الواقع اللي انت فيه، تنساه ساعتين ثلاثة أربعة، تبات تتراقص انت في الشارع فهم، والفنان الفلاني يطلع للمنصة يدي 30 مليون 40 مليون 100 مليون، وانت تشطح لتحت ما عندك حتى باش تتعشى، لا ترجع للدار تجبر قدامك الخبز اليابس والزيت اليابس والزيت، حتى الزيت كاع مات لخالك، الخبز اليابس وتاي الممسخ والفراش الممسخ والحياة الممسخة، اش اللي تلقى قدامك؟ لا شيء. وهذاك دعى على ظهرك 30 مليون و 40 مليون داها في ليلة واحدة، طلع غنى نص ساعة ولا 40 دقيقة وجابوا له لي غارد كور وجابوا له كذا والسونوريزاسيون دو 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 دو، العالم الجليل الفلاني يطلع على المنصة وتترجع للدار تجد قدامك الواقع اللي خليته وراك، وربما تمرض هيك الليلة ويدوك عائلتك إلى القوى عند عندكم باش تمشي للمستشفى، يدوك المستشفى ما تتعالج في المستشفى، تعود تمشي للكلينيك، ومشي للكلينيك يقول لك باش يجيب 20,000 درهم ولا 30,000 درهم باش تعالج.
وهذا واش هو واقع والله ما واقع، راه واقع هذا ما ماشي تبدل لي انا فيه، ما عندك ما تبدل لي فيه، ما عندك ما تبدل لي فيه. وهذه سياسة الإلهاء مقصودة مقصودة. واش شفتوا انتم شي رئيس دولة في العالم مقابل لي انا كل شهر شهرين يقول لك العفو، العفو عن ماذا؟ صحاب الحشيش. العفو عن ماذا؟ صحاب الشراب. العفو عن ماذا؟ صحاب الماحية. العفو عن ماذا؟ صاحب الدجاجة أمير المؤمنين. العفو عن ماذا؟ الصحفيين اللي اعتدى عليهم ودخلهم الحبس. العفو عن ماذا؟ كل شهر شهرين ثلاثة هو صاحب الدجاجة ايش عنده من شنو ينتج هذا محمد السادس؟ الحبس والإفراج من الحبس، يدخل الحبس ويخرجك من الحبس، تدخل بالحبس بتعليمات منه وتخرج الحبس بتعليمات منه. شنو إنتاج محمد السادس؟ أعطيني إنتاج محمد السادس، أعطيني أنا بغيت نشوف إنتاج محمد السادس كرئيس دولة شينتج؟ لا شيء، ما ينتج ولا شيء. ينتج هو مقابل الحبس يدخل الناس للحبس، والرقابة واللي كتب تدوين يدخلوا الحبس، وبعد شهرين ثلاثة أربعة كذا يخرجوا من الحبس باش يلمع صورته على أنه موجود وراه كاين. ولكن ما باش كاين بالحبس وبالعفو. خاصك تكون كرئيس دولة، يكون عندك استراتيجيات وطنية واستراتيجيات دولية وإقليمية، يكون عندك اقتصاد متين ما يتأثر بأي شيء، يكون عندك منظومة صحية متينة، يكون عندك جيش قوي. جاتك وزيرة الدفاع الإسبانية لسبتة ومليليا والجزر الجعفرية، فينك يا صاحب الدجاجة؟ فينك 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 أينك يا صاحب الدجاجة؟ يلا فينك أولد لطيفة؟ يلا فينك أولد لطيفة؟ أولد لطيفة يرى وزيرة الدفاع الإسبانية تزور مدن يقول على أنها محتلة وما يقدر يتكلم. أش لا يقول هذا ولد لطيفة؟ ما عنده ما يقول. راه سمى لكم الفوج لطيفة، قال لكم مالك فوج لطيفة. يلا هو حرك لنا فوج لطيفة، حرك لنا فوج لطيفة، تخرج عندك فوج لطيفة، أعطيه السلاح وتصدى لزيارة وزارة الدفاع الإسبانية للجزر اللي قلت عنها محتلة. يلا حرك لنا هذه لطيفة، يلا وحرك لنا لطيفة. ما تقدر تحرك لطيفة، نسكو ما عندك لا لطيفة ولا سعيدة ولا شيء، ما عندك حتى شيء. عندك التسكع وعندك تعيش على ظهر المغاربة وتضحك على المغاربة وتستصغر ذهر المغاربة وتبخس القيمة الحقيقية للإنسان المغربي. ولكن حينما تعلق الأمر بالصحراء الغربية جيش مرمرم، علاه ما يكونوا خلايا خاصة بالدفاع عن سبتة ومليليا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ علاه المغربي ما يقدر يتكلم على سبتة ومليليا؟ علاه المغربي ولا المغربية وخصوصا هذو العياشة لا تقول له الصحراء الغربية طار يطير يصبح هو أشرس مدافع عن اسمه؟ وعلى ما تدافع على سبتة ومليليا؟ ما شفناكم البارح ما تكلمتوا. مرحبا صباح الخير. ما تقدر تتكلم شيء تتكلم، فاسكو انت تابع، انت تابع، انت غير مستقل. ولذلك لا تخيفوني انا، بالنسبه لي انا شكون اللي يخوفني؟ ممكن يخوفني لما الانسان يكون واعي، كلام واعي، ذاك الكلام الواعي فعلا يبين لي على انه انسان كاين موجود. وانت غير موجود، انت تابع، انت عندك الوذرين يسمعوا، انت فقط تسمع وتعيد انتاج نفس الخطاب. فيما يتعلق بالصحراء الغربية تبقى تطرطرني هون والصحراء مغربية وسنكون ولا نفرط في شبر من أراضينا، تجيك وزيرة الدفاع الإسبانية وتزور هاي المناطق وبالفيديو وبالصوت والصورة، وكاين من المغاربة اللي مشوا حتى لعند هذاك الشريط اللي هو شريط قنبة فقط بين الأراضي بين الحسيمة وكذا، ويبقوا يصوروا عندها ويضحك هذاك العياش، يضحك. عيب يجيب معاك الألوان ولا يجيب معاك شمقص
اقطع هذاك الحبل وانا عارفك هذيك الساعة والله هذو العياشة كاملين اللي هم مصدعين هون بالصحراء ما مشي لهذاك الشريط وقطعوا الى ما تردك سبانيا كفتة الى ما ردتك كفتة هيك الساعة ما كان اللي يعقل عليك ما يردوك حتى في الصندوق يلا بقيت في الشجاعة الخاوية واش بقيت في الشجاعة تبقي تسبني انا هون هذيك هي شجاعتك شجاعة اللي كان عندك شي شجاعة مشي دخل هايك المنطقة ونزع هذاك الشريط واسترجع أراضيك وسكن فيها ولكن ما تقد ما تقدوا إلا كان الكلام اللسان طويل اللسان طويل كيف سيدكم تماما نفس السياسة عند سيدكم هي اللي زرعها فيكم أنتم اللسان طويل وليد مسكينة ما تقد تعدل ولا شيء تبقوا تحلوا فامكم هون كاين اللي نجبروهم هون في الواقع يبقى هون في التعاليق يرد راسه بطل ونيني تلتقى معاه يقعد بحال المش بحال الفار ايوا انا بعبر على شجاعتك هذه شجاعتك انت اللي تكتب بها هون عبر بها في الواقع منين مشات شجاعتك انت شكرا جزيلا لكم تحياتي لكم وإلى اللقاء إن شاء الله الرحمن الرحيم في مباشر آخر لا تنسوا بث هذه الحلقة سيكون عبر القناة في اليوتيوب شكرا من جعفر شكرا المحشوف شكرا لكل مودراتور شكرا لكل المعلقين سواء كانوا من الجزائر أو موريتانيا أو غيرها وشكرا للعياش حتى هما كذلك لأنكم استفدتم من أسيادكم في الصحراء الغربية الذين يحاولون أن يشرحوا لكم واقعكم نعم يشرحون لكم واقعكم في سبيل الله لأن زايزة فيكم الصدقة أصلا أنتم في سبيل الله نعرف ما عندكم شيء لذلك لا أطالبكم بأي شيء نقول لكم في سبيل الله في سبيل الله باش يالله تتحركوا شوية يالله يتحرك هذاك المخ عندك خانسيسة مثلا نحركوا لها مخها باسكم سيكينة هي مسكينة هي قابضة شرويطة اليوطي حاطتها على اسمه شرويطة اليوطي خاصكم تستعروا منها عدلوا شي شرويطة خاصة بكم جايبين شرويطة اليوطي متلصقينها على وجهكم انظروا لكم بيش بنظرة المسكين لأخي جريدة الوطن مع الأسف ما عندي مداخلات لأنني مركب الميكرو إن شاء الله مرحبا بك وسهلا ما بعد الزوال تحياتي لكم شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.